عشان مولادنا بيبنوا بلدنا. عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه، فيهم روح وعزيمة وتحدي. لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير، عايز يبني بيدو يصنع، أصل دي مصر وخيرها كتير. نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان، قوم ونحدى صفوفك يلا. لازم تبقى من الجدعان، لازم تبقى من الجدعان، لازم تبقى من الجدعان، الجدعان. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الجدعان. النهارده زي ما عودناكم كل اسبوع عندنا رحله طويله ومهمه مع جدعان بلدنا، ولكن خلوني قبل ما ابدا رحلتنا النهارده اكلمكم عن مركز رشيد. وما اجمل هذا المكان البديع. مركز رشيد يشتهر بزراعات الجوافه والموالح والليمون، بل هي المصدر الرئيسي لمحصول الجوافه لكل انحاء الجمهوريه، وايضا لكل الشركات التي تصدر الجوافه المصريه الى خارج القطر المصري. هذه المناطق تتضرر حاليا بشدة، حوالي 50,000 فدان لا تجد المياه في كرة مركز رشيد. احنا بنتكلم في كرة تفتيش ادفينا، في كرة الساحل، في كرة البصيلي وغيرها، كلها تعاني نقص المياه. يعني حاليا الأشجار تجف والثمار تتساقط، والسبب هي أناطر ادفينا. وزارة الموارد المائية والري في إطار استعداداتها لفيضان نهر النيل قامت بفتح 46 عين من أناطر ادفينا، من إجمالي 48 عين داخل هذه الأناطر، وبالتالي انخفض منسوب المياه داخل نهر النيل فرع رشيد. ولأن مركز رشيد يقع في نهاية فرع رشيد، فرع نهر النيل، لا تصل المياه إلى الترع التي تضخ مياه الري إلى كل قرى مركز رشيد. إذن هناك أزمة في توفير مياه الري بسبب فتح عيون أناطر ادفينا، ويجب على الفور اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ 50,000 فدان هي مصدر الجوافة والموالح والليمون للسوق المحلي والتصدير. ده نداء من أهلنا في مركز رشيد بالبحيرة. 50,000 فدان مزروعة بالجوافة والموالح والليمون مش لاقية مياه للري، وبالتالي الأشجار تتساقط وآلاف الأسر تتعرض للخطر الشديد. مطلوب من وزارة الموارد المائية والري سرعة التحرك وإدراك هذا الخطأ. دي قضية مهمة جداً. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا النهاردة في برنامج الجدعان. تشاهدون في حلقة اليوم: فريق الجدعان يناقش خبير التسويق وإدارة المصانع الدكتور أحمد عبد الحي، رئيس شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية، في أسس وقواعد التسويق للمنتجات واختراق الأسواق محلياً ودولياً والفوز بثقة وولاء المستهلك للمنتج. فريق الجدعان في أرض السمسم الخارق بمحافظة المنوفية، والذي نجح المزارع شعبان عبد الرحيم في زراعته لأول مرة بنظم الزراعة الحيوية، محققاً نتائج مذهلة حيث تجاوز طول النباتات المترين ومكدسة بكبسولات السمسم، مما يبشر بتحقيق أعلى إنتاجية في تاريخ زراعة السمسم في مصر.